قريت في موضوع فرنسا، فانا جاي اقول لك حصل في فرنسا، لان الفيديو الاولاني انا قلت لك انا ما قريتش، فانا ابتديت اقرا. فخلينا اشرح لك اللي حصل. اللي حصل ان في مدرس عمل رسوم كاريكاتيريه على الرسول واتريق عليها، فطلع شاب شيشاني انتقده وبلغ اداره المدرسه، فاداره المدرسه ما خدتش اي اجراء وابتدى يغلط تاني وبتاع، فالمدرس قتله. قتله. انا قلت في الفيديو الاولاني وانا مبدئي فبالتالي لا استنى اكملك القصه عشان القصه ما تبقاش يعني فكره ولا تقرب الصوره، لا 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 في حته تانية. فالحكومه الفرنسيه عملت ايه؟ العالم الاول، العالم الاول خد بالك من اللي هم بيبيعوا لك دايما ده العالم الاول وانت متخلف. قتلته في وسط الشارع وسابته ينزف في وسط الشارع لحد ما يموت. ماشي، ربنا يرحم الجميع وربنا يرحم الناس كلها. خليني بقى احكي لك الكلمتين اللي انا عايز اقولهم، عشان في ناس تابعتني كتير قوي، جال اكتر من 10000 فولورز من فيديو انا عملته، 10000 فولورز. فانا عايز اقول لك يا صاحبي اللي تابعتني، انا هقول لك رايي. انا قلت لك ان انا ضد اهانه الرسول، وانا لغايه دلوقتي ضد اهانه الرسول وضد اهانه، انا راجل مسيحي وهفضل اقولها مليون مره، انا ضد اهانه اي معتقد ديني لاي شخص ايا كان المعتقد. لو بتعبد بص الكوبايه دي انا ما اقدرش اغلط فيها، ما اقدرش اغلط فيها، انتقد حاجه وانا شرحت لك فكره الانتقاد. انا اصلا ضد الانتقادات الاديان وضد ان احنا نخش نقعد نهبط في بعض ونرزع في بعض وبتاع. بس خليني متفق بقى في نقطه بقى مهمه قوي 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 انا هقولها لك. ما هو انا برضو ضد القتل، يعني انا انا ضد انتقاد. طب هو انتقدني، ما هو انتقدني، فلما الموضوع اتصعد للاداره ان الاداره ما جابتش حقك، يعني القانون ما جابلكش حقك، خد بالك انا شتمته ما جابليش حق. ما هو انا معاك انت ما جالكش حق، بس ما تقتلوش، ما تقتلوش. طب اعمل ايه يا عم؟ قاطع يا باشا، المقاطعه والماني ستوكينج. انت مش فاهم يعني ايه المقاطعه، انت مش فاهم يعني الهاشتاج اللي انت بتشيره ده، ده 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 تقيل، ده ممكن يحرك دول. اقرا في موضوع الصين وفرنسا وامريكا ازاي هواوي حققت كل حاجه، وازاي الصين امريكا قفلت على هواوي، ازاي قفلت عليها ومنعت. انت فاهم يعني ايه امريكا قفلت على هواوي؟ انت فاهم يعني ايه الحرب الاقتصاديه بالجنيه مش بالقتل؟ يا صاحبي القتل مش هيجيب نتيجه، القتل هيولع فيها اكتر وهيضر مصالحك انت كمسلم في فرنسا اكتر. القتل مش هو الحل، انا ضد القتل، انا مع ماني ستوكينج. انا مشكلتي انا تهنت انا هجيب حقي بده، هقطعك، ده مكتوب عليه ميد ان فرنسا مش هجيبه، خلاص غور امه، ده مكتوب عليه فرنسا هغوره مش هشتريه. انت هنا اللي هتستفاد وانت هنا اللي هتكسب، مش القتل اللي هيكسب. انا اسف على الاطاله، انا ضد اهانه الرسول باي شكل من الاشكال وضد اي حد يهين اي حد. شكرا.